قال ويكره التثاؤب، قال ويكره التثاؤب. وكراهية الله سبحانه وتعالى للتثاؤب لأنه من الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من الشيطان، ولكونه ينشأ غالبا عن خمول البدن وثقله وارتخائه وميله للكسل، فالله لا يحب التثاؤب. ولهذا يشرع للمسلم أن يعمل على رد التثاؤب واتخاذ الأسباب لعدم وقوعه، فإن لم يحصل له ذلك يتخذ الأسباب لكظمه بإغلاق فمه، فإن لم يستطع ذلك يضع يده على فمه، لا يترك فمه مفتوحا وقت تثاؤبه، لا يترك فمه مفتوحا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما صح عنه أن الشيطان يدخل، أن الشيطان يدخل، يعني إذا فتح المرء فمه وقت ترك فمه مفتوحا دون أن يضع فهذا منفذ ومدخل للشيطان إلى بدن المرء. فمن الحكمة في وضع اليد منع الشيطان من الدخول. وأيضا لو كان في الهواء أتربة أو غبار أو ذباب أو غير ذلك، أيضا هذا في مصلحة للعبد منع هذه الأشياء، وإلا لو ترك فمه مفتوحا قد يدخل فيه ذباب، قد يدخل غبار، إضافة إلى ما في كون الفم مفتوحا وقت التثاؤب من هيئة قبيحة ومنظر غير جيد. ولهذا شرع للمسلم أن يضع فمه، إن لم يستطع المنع والكظم يضع يده على فمه، لا أن يتركه هكذا مفتوحا. والتثاؤب حبيب للشيطان وهو من الشيطان لما فيه من الكسل والخمول والارتخاء، ارتخاء البدن وثقل البدن في الغالب لا يكون إلا عن ذلك. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. تثاءب، إذا تثاءب يعني بدأ ينشأ عنده التثاؤب، بدأ ينشأ عنده التثاؤب، حس أنه يريد أن يتثاءب فليرده ما استطاع. رده ما استطاع يكون خلال مراتب، رده ما استطاع يكون خلال مراتب. الأولى أن يحاول أن يمنع أصلا التثاؤب، وهذا ممكن، يحاول أن يمنع نفسه من أن يتثاءب، ينشط نفسه أو ما إلى ذلك بحيث أنه لا يحصل هذا التثاؤب، هذا من الرد للتثاؤب. فإن غلبه التثاؤب ولم يستطع رده فالمرتبة الثانية أن يكظم، يعني لا يفتح فمه، يحاول أن يكون هذا التثاؤب وهو كاظم مغلق لفمه. فإن لم يستطع ذلك فالمرتبة الثالثة إن غلب وفتح الفم مع التثاؤب أن يبادر ويضع يده على فمه، أن يضع يده على فمه، لا يترك فمه مفتوحا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ثابت قال فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. هذا الرد الذي جاء في الحديث بهذا الوصف ما استطاع يدل على أنه محاولات ومراتب، اجتهد العبد منعه أولا من الحدوث، فإن حدث يكظم ويغلق الفم،
إن لم يتمكن وانفتح فمه يغلق فمه بيده.